الاخوات كي دايرين لاباس عليكم؟ هانيه نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم غنحضر معكم الدونات اللي كيجيو في الفران بدون قلي، يعني كيجيو رائعين وصحيين 100%. كيجيو زوينين وشي حاجه اللي مصايبينها في يعني في الدار، شي حاجه اللي زوينه وكتعجب وليداتنا. دوزو معايا للطريقه ديال التحضير ديالهم اللي غتنال الاعجاب ديالكم وتنال الاعجاب ديال وليداتكم. الدونات هادو اللي كيجيو رائعين وزوينين وشي حاجه اللي كيحمقوا على وليداتنا وشي حاجه مجدينه في الدار. كنحتاجو هنايا عندنا 300 غرام ديال الدقيق اللي غربلته من قبل، ناخذو معلقه ديال السكر سنيده، معلقه ديال الخميره ديال الخبز، هذه الحبيبات، الملحه، معلقه كبيره ديال الزبده تكون بحراره المطبخ. ها نتوما راه عندي انا دايبه يعني بحراره المطبخ. عندي هنايا بيضه اللي غادي نستعمل في الدونات، غادي نستعمل غير البيض ديالها، وبالنسبه للصفر غادي ندهن به في الاخير. عندي هنا جوج خمارات من وزن 8 غرام وواحد فانيا ونص كاس ديال الزيت كما كتشوفوا، راه كاس صغير يعني ديال اتاي مصيص. وهنا عندنا كاس ديال الحليب دافي. ندوزو معايا للطريقه ديال التحضير ديالو اللي ساهله. اول حاجه غادي ناخذو نص كاس ديال الزيت، ناخذو الخميره، الملحه، السكر سنيده، ناخذو بيض البيض، نحتفظو بالصفر للاخير ان شاء الله. غادي ناخذو السكر ديال الفاني، نكهه الفاني، الزبده. غادي نديرو جميع المكونات في خطره واحده، ساهل ودغيا تيوجد، يعني مقادير بسيطه. غادي ناخذ الخماره، جوج ديال الخمارات، انا غادي نديرهم في الفران كما كتعرفوا. الزويته راه تبارك الله غاليه، ما كاينلاش نقليهم، وشي حاجه اللي فعلا صحيه ما كاينلاش نديرو نقلي. انا هو اللي اقتصاد، حنا كنديرو وصفات اقتصاديه، شهيوات اقتصاديه، وخاصنا نبقاو في الاقتصاد. كاينه ولا لا؟ من الاحسن بلا ما نقليهم في الزيت نديرهم في الفران، وفعلا كيجيو اكثر من رائعين. غادي نخلطو الزبده مع الخميره مع الملحه والسكر وبيض البيض، عاد ديك الساعه نديرو الحليب. بالنسبه للطحين كيبقى بالنسبه لكاس الحليب ولا اقل من كاس ولا اكثر من كاس، كيبقى على حسب الخليط. طبعا انا عندي البيضه كبيره، يعني البيض ديالها كبير. غادي نحاولوا نمرمدو مع الزبده ونزيدو دابا الحليب. ندلكوها شويه في سطح العمل، شوفوا راه كتجي رطبه، يعني كتلعب. شوفوا رطبه وفي نفس الوقت راه ما كتلصق. انا راه ما زالش معايا كاس كامل كما قلت لكم، ها نتوما يعني يبقى فيها تقريبا الربع الحجم ديالها. نرجعوا ان شاء الله باش نكملوا. دابا
دابا كما كتشوفوا معايا خوتي، من بعد ما طاح في الحجم ديال العجين ديالنا، غادي ناخذ دلاك، غادي ناخذ الدقيق، ضروري الاستعانه بالدقيق باش ما تلصقش لينا العجين، وكوني اكيده ما غاديش تلصق الا تبعتي هذه الخطوات هادو. غادي ناخذ نخرجوا من داك الهواء، هانتوما كما قلت لكم عكا ما كتلصقش نهائيا، كنديروها من باب الاحتياط فقط باش منين دلكوها تهزلينا بسهوله. غادي ناخذ دابا الدلاك، ما نرقوش العجين ديالنا بزاف، وما نخليوش غلط بزاف. باقي غادي يخمر لينا المره الثانيه، دابا غادي ناخذ السيركل اللي غادي نصايبو به الطوناط، بالنسبه للحجم اللي بغيتو، بغيتو ديروهم صغيورين بغيتو ديروهم كبار اللي بغيتو، انا غادي نديرهم كبار وفي نفس الوقت غادي نديرهم صغيورين. العجين اكيد راه غادي نحتفظوا بها، ما غاديش نضيعوها باش نعاودوا نديروا مره اخرى. غادي ناخذ انا باش نديروا داك الثقب في الوسط، غناخذ هذه الغطايه هي اللي بانت ليا دابا قدامي، هي محترمه ديال الكوتي، غتصايبيها لوليداتك غادي تفرحيهم يعني في العشيه. بالنسبه لهنايا عندنا الصفر ديال البيض اللي احتفظت به في الاول، غادي ندير معاه قطرات من الخل اولا الحليب، مهم ما ديري تخليش في ديك الزفوره، بغيتو حتى تيخمروا ودهنوهم تبقى لكم الاختيار، بغيتو تقليوهم ما تخليوهم يخمروا لكم المره الثانيه وديك الساعه قليوهم. كما كتشوفوا معايا من بعد ما دهنتهم غادي نخليهم يخمروا للمره الثانيه باش يتنفخوا ويضاعف الحجم ديالهم، ديك الساعه ندخلهم للفران. هانتوما كما كتشوفوا معانا راه ضاعف الحجم ديالهم، يعني تنفخوا لينا خمروا لينا مزيان. غادي ندخلهم دابا للفران اللي عندي انا سخون، غادي نقص عليه البوطه وحتى يوجدوا لينا، راه دغيا كيطيبوا لينا ودغيا كيتنفخوا، ردوا معاهم البال باش ما زعما تغفلكم عينيكم ويمشيو يتحرقوا لكم، راه دغيا تيطيبوا. يلا وخليكم معايا باش ندوزو ان شاء الله نكملو الدريساج. نتوما كما كتشوفو معانا خرجناهم من الفران، شوفو كيفاش كيجيو فنين، كيجيو رطبين، هانتوما راه كيتحيدو بسهولة، شوفو كيفاش كيجيو محمرين فنين، راه دغيا تيطيبو، مخداوش معايا تقريبا تا 15 دقيقة مخداوهاش، هانتوما شوفو يعني رطبين تيجيو فنين، نخليهم يبردو وديك الساعة ان شاء الله نرجعو باش نديرو ليهم الشكلاط. تيرا رطبين لواحد الدرجه ما تتخيلوهاش، شوفوا كيفاش كيجيو رطبين فنين. بالنسبه هنايا خديت اللوز مهرمش، خديت الفيرميسيل الاسود والفيرميسيل بالالوان، غادي نخليهم حتى يبردوا لينا شي شويه وديك الساعه غادي ندوزو باش نصايبوهم في الشوكولاط اللي انا راني ها هو ذوبتو، شوكولاط ابيض راه هو تيذوب ليا حتى هو، باش هكا نقدروا نصايبوهم للطوناط ديالنا. خديت هنايا بلاطو وغادي نبداو من بعد ما بردو لنا شي شويه، غادي نحاولوا نصايبوهم هنايا في الشوكولاط بهذه الطريقه هذه، ونحطوهم هنايا في هذا البلاطو هذا اللي فيه هنايا بلاستيكه
عمر طويل. وهادو اللي بالشوكولاتة أسود غادي نزوقهم بهاد الفيرميسية بالألوان. ورين هادو غادي ندير ليهم اللوز. نوجدو اللي كيجيو رائعين وزوينين، شي حاجه اللي كيحماق عليها ولادنا، كيجيو رائعين رائعين رائعين. هادو الصغيورين شوفو كيفاش كيجيو، يعني ماشي كيجيو مدقصين اولا، راه كيجيو فنين يعني واعرين. انا بعدا عجبوني من الاحسن. شوفوها نتوما اللهم يجيو في الفران هكا ولا تقليهم، بعدا شي حاجه راه صحيه 100%. كيجيو فنين وهشاش ورطبين بزاف. ونتمنى هاد الفيديو هذا يعجبكم وتجربوهم بالطريقه هذه، حيت فعلا كيجيو اكثر من رائعين وشي حاجه اللي كتعجب وليداتنا. الى عجبكم هاد الفيديو ما تنساوش ديروا لنا ابوني وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد، واحد لايك من عندكم الى الفيديو كيستاهلها. شكرا لكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله.